يسأل هذا السائل محمد عن حكم تأخير الزواج مع إمكانية الزواج في ذلك. لا بأس بذلك إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام، إنه يجب عليه أن يتزوج ليصون نفسه عن الحرام. من إذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فلا بأس أن يؤخر الزواج، وإن كان الأفضل المبادرة به.